مدحت علاقتك ايه بالفلوس؟ خد وهات. تيجي بتتصرف يعني. بس يعني ما بس بتاخد اكتر ولا بتصرف اكتر بصراحه؟ ما اعرفش انا يعني مش شاطر قوي في في الفكره دي يعني. فلوس موجوده عشان تتصرف بس ما برتبلهاش حاجه يعني. 10,000 جنيه وصلت تذكره حفله لاحد المطربين. هل قيمه تذكره الحفله هي اللي بتحدد قيمه المطرب؟ لا لا خالص خالص. هنا بيبقى مش المطرب بس، بيبقى المطرب وفي حاجات كتير جنبه. يعني لما يكون التيكت بالمبلغ ده مش بيكون المطرب بس، بيكون بيبقى فيه بقى اكل وشرب يعني بتبقى حياه مش هي معناها الفنان بس او الفنانه اللي موجوده يعني. وعمرها ما كانت تقييم، لان هو ممكن تكون جهه معينه بتعمل حفله بشكل معين تعمل فيها كده، ممكن تيجي نفس الشركه دي تعمل حفله في وقت تاني بظروف تانيه، ما تبقاش كده خالص. انت تحب تذكره حفله من حفلاتك تبقى بالرقم ده، ولا تفضل انه يبقى الارقام معقوله علشان الناس كلها تقدر تحضر؟ هو دي ما بتبقاش بتاعتي انا. مش انا اللي بتحكم فيها، بس انا اشتغلت ده واشتغلت ده. وبسعد جدا لما بروح اشتغل يعني مثلا مهرجان القلعة. انا بشتغل فيه ده، التيكت بتاعه مش غالي على فكره. يعني يكاد يكون حاجات رمزي جدا، بس انا ببقى في قمه السعاده وانا رايح، لاني ببقى بقابل ناس بسيطه ومحبه للفن وبيعشقوا الفن الجيد ومتعطشين انهم يسمعوا فن بجد، وما عندوش الامكانيه ب 20 جنيه بس. في نفس المكان، في مكان تاني انا بروحه التيكت بتاعه بيبقى غالي. لكن انا اهتماماتي ما بتبقاش في التيكت ايه قد ما اهتمامي ان انا اقدر اسعد الجمهور اللي انا رايح له ايا كان الجمهور ده. ما تحبش يتقال تذكره حفله مدحت صالح ب 10,000 جنيه؟ مش انا اللي اصلا، مش انا اللي يعني دي الجهه، مش انا اللي هاخد الفلوس في الاخر بالظبط يعني. مش ما يهمنيش انا الكلام، مش يعني انا اللي بيبقى اللي بيشغل الفنان ازاي يسعد جمهوره بس. طيب بصراحه انت بتؤمن بالمثل اللي بيقول القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، ولا وانا وياي بعيش زي المليونيرات؟ لا ما انا وياي يعني وانا وياي بعيش زي المليونيرات اوكي، لكن القرش الابيض ما انا مش ضامن، اصل ممكن يكون اليوم سواد وما ينفعش فيه اي بياض. لكن يعني اصرف ما في الجيب ياتيك ما في الغيب. يعني انت مسرف؟ مش انا اللي اقدر اقول يعني، اللي حواليا هم اللي يشوفوني ازاي، لكن انا ما بشوفش نفسي في بند الفلوس دي انها حاجه مهمه في الحياه بالنسبه يعني. صريف يعني، تحب تروح تعمل شوبينج وتسافر، بتحب تشتري وتتفسح؟ قليل لما بعمل كده، لان في حواليا بيعملوا لي كده يعني. مراتي اللي بتنزل تجيب لي حاجتي، لو حتى نزلت اجيب حاجه لنفسي ما بعرفش اقعد كتير يعني. ما يعني حاجه ما بتستمتعش بالشوبينج كده لا ما بعرفش اقعد اخد ودي كتير يعني. ما بتحبش الشارع؟ في ناس متعتها الشراء، ستات ورجال. لا المتعه حاجه واحتياجاتي حاجه يعني. الاحتياجات ما باخدش فيها وقت كتير، ببقى عايز حاجتي باخدها وبمشي، ما اقعدش اشوف الف كتير اشوف كتير يعني. يعني لو بتشتري مثلا تلفزيون مش هتقعد، طب التلفزيون ده مميز، نازل عارفه المشوار، انت عارفه هتجيبي ايه، لكن ما بسيبش نفسي لان انا هنزل. مفيش رفاهيه الوقت دي. طيب ايه رايك بقى نسمع وانا وياي بعيش، اللي جميله قوي انه انت وشريف منير عملتوا فيها حاله، وكان يعني ايه، انتوا اعتقد ما مثلتش قبلها ولا مثلت؟ لا كنا احنا لما لعبنا الغنوه دي كنا مع بعض بنلعب، انا عملنا مسلسل مع بعض، وبعدين جينا بعد كده عملنا حزمني بعديها. فكرتوا ازاي تعملوها مع بعض؟ انت مطرب هتغني. ايه اللي دخل شريف منير في الموضوع؟ هقول لك يا ستي، الاغنيه لما تيجي تسمعي كلامها كده تحس انك لازم تكوني بتقوليها لونس معاكي، لصاحب لصاحبه يعني. في ما ينفعش اكون بقولها كده يعني مع نفسي. كده حد بيقول لك مجنون فانت ترد وجناني ده عين العقل. ده ما هو فجت فكره انه يكون في اثنين اصدقاء ويكون في الديالوج ده بينهم،
والحالة توصل أسرع يعني بحد بيحكي لحد. مش معنى شريف منير؟ لأنه إحنا أصدقاء من زمان واشتغلنا مع بعض من زمان. عملتوا بعد كده اللبيس أعتقد مع بعض؟ عملنا حزمني وبعدين عملنا اللبيس وعملنا يعني اشتغلنا مع بعض. وقبليها كنا بنعمل مسلسل اسمه صباح الورد. عملنا حاجات كتير مع بعض وبما إن الصداقة والعلاقة اللي بينا لطيفة وجميلة فمش هنتعب وإحنا بنشخص الحالة بتاعت لسه أصدقاء؟ آه. ليه بعض الإشاعات اتقالت لا أنتوا اختلفتوا لا في مشاكل في فترة من الفترات؟ شوفي هقول لك على حاجة، أنا أكتر واحد بليد في السوشيال ميديا وبعيد عنها، بتابع شغلي بس، لكن أنا ما بسمعش ولا بشوف الحاجات دي، لكن إحنا بنكلم بعض على طول الوقت لسه من 3 أيام بنكلم بعض يعني.